اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، ولك الحمد على نعمة الإيمان، ولك الحمد أن جعلتنا من أمة خير الأنام. اللهم لك الحمد أن بلغتنا شهر رمضان، اللهم لك الحمد أن أعنتنا على صيام شهر رمضان، اللهم لك الحمد أن أعنتنا على قيام رمضان. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك الإقبال إليك، والإصغاء إليك، والفهم عنك، والبصيرة في أمرك، والنفاذ في طاعتك، وحسن الأدب في معاملتك، والتسليم لأمرك، والرضا بقضائك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا سالما معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مطرودا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا من لا تدركه العيون، يا من لا تراه العيون، ولا تخالطه الظنون، ولا يصفه الواصفون، يا من يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار، وعدد أوراق الأشجار، وعدد قطر الأمطار، وعدد ما أظلم عليه الليل وأضاء له ضوء النهار. برحمتك يا أرحم الراحمين، يا من لا توالي منه سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا جبل ما في وعره، ولا بحر ما في قعره. يا صاحبي في شدتي، يا مؤنسي في وحدتي، يا حافظي في نعمتي، يا ولي في نفسي، يا كاشف كربتي، يا مستمع دعوتي، يا راحم عبرتي، يا مقيل عثرتي، يا إلهنا بالتحقيق، يا ركننا الوثيق، يا جارنا اللصيق، يا مولانا الشفيق، يا رب البيت العتيق. أخرجنا من حلق المضيق إلى سعة الطريق، بفرج من عندك قريب وثيق، واكشف عنا كل شدة وضيق، واكفنا ما نطيق وما لا نطيق. اللهم فرج عنا كل هم وغم، وأخرجنا من كل حزن وكرب، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا منزل القطر، يا مجيب دعوة المضطر، يا كاشف كل ضر وبلية، يا عالم كل سر وخفية، يا أرحم الراحمين. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، ولا شكرناك حق شكرك، ولا قدرناك حق قدرك. لا إله إلا أنت،
سبحانك إنا كنا من الظالمين. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. نحن الفقراء، نحن البؤساء الفقراء، المستغيثون المستجيرون، المشفقون الوجلون، المعترفون بذنوبهم. اللهم إنا نسألك مسألة المساكين، ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وندعوك دعاء الخائف الضرير، ندعوك دعاء من خضعت لك رقبته وذل جسده ورغم لك أنفه وفاضت لك عيناه. إلهنا، زلت بنا عن سبيلك الأقدام، وغرقنا في لجج المعاصي والآثام، لمعروفك تعرضنا ولبابك طرقنا. هذه نواصينا الخاطئة بين يديك، وهذه أيدينا لم ترفع لغيرك، وهذه جباهنا لم تسرد لسواك. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، يا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. جئنا ببابك، جئنا ببابك مذنبين فارحم ضعفنا يا الله. جئنا ببابك مستغفرين فاغفر لنا يا الله. جئنا ببابك تائبين فتب علينا يا الله. إلهنا لا تخزنا فإنك عالم، إلهنا لا تعذبنا فأنت علينا قادر. يا ربنا هذا ذلنا ظاهرا بين يديك، وهذا حالنا لا يخفى عليك. أمرتنا فتركنا، ونهيتنا فارتكبنا، ولا يسعنا إلا عفوك فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.